دابا غنجيو دابا للتيراج ديالنا اللي غنشوفوا شكون اللي غيربح معنا. دونك كانوا بزاف الصراحه بزاف الرسائل ما شاء الله عليكم كاملين. شكرا على الوفاء ديالكم. جمال كيتسنى خاصنا ديك ديال الموسيقى ديال الخلع. دونك انا ما كنعرفش ندير بلاصتنا هكا. جمال هكا حنا غنتواصلوا مع الرقم ياك. انا ديما كنوجد رقم ثاني. انا موجد رقم ثاني باش نتواصلوا باش هكذا نشوفوا. سبحان الله يعني صراحه انا كنت سعيده بالرسائل ديالكم كاملين، وبزاف اللي كانوا كيسولوا امتى التيراج، وبزاف الناس اللي كانوا تيقول لك واش الشروطيه هذيك. بزاف منكم ما شاء الله يعني عاد اليوم بزاف منكم اللي كتبوا الاسم ديالهم والارقام ديال الامهات ديالهم، وكاين اللي لا لانهم كانوا ديجا ربحوا معنا في هذا المنتوجات. وبطبيعه الحال هذوك ما غيتحرموش باش انهم ما يتعاملوش في التيراج، لان هذوك خاصهم يتعاملوا في التيراج ديالهم، لان كيف كنقولها ديما كتربحوا معنا والرقم ديالكم كيدخل في القرعه الكبرى ايضا. فكنتمنى صراحه يعني ان دائما يتواصلوا معنا. الا كان الرقم ما كيجاوبش غناخذوا رقم ثاني، حنا ما عندنا حتى شي اشكال. حنا غنشوفوا شكون اللي غيفوز معنا فقط، ما جاوبش. اذا كنا في الاول مشينا للجديده، دابا غنمشيو لبني ملال. نمشيو لبني ملال ونشوفوا حنا يعني معاكم تو كنلقاو شكون اللي غيفوز معنا وشكون اللي غيجاوبنا. وصراحه هاد المسابقه هادي خلقات واحد المشاعر زوينه في القلب ديالي وفي القلب ديال بزاف ديال الساده. اول شيء كنبغي نشكركم كاملين على الرسائل ديالكم، وكنشكر خاصه الامهات صراحه، الله يعطيكم الصحيحه والسلامه، وشكرا لكم بزاف 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 على الدعوات ديال الخير اللي كنتو كديروا معايا صراحه. الله دعوات ما غنساهمش العمر ديالي كامل. حنا تنقولوا دائما الدعوات كتبقى في كثير من الازمات، فشكرا لكل ام ملي تواصلنا معاها كان عندي نصيب من الدعاء ديالها، كان عندي نصيب من المحبه ديالها، كان عندي نصيب من الكلام ديالها. فالله يعطيكم الصحيحه. وما نقدروش ما نقولوش ان حتى الناس اللي فقدوا الامهات ديالهم ما حسيناش بكم، بل على العكس حسينا بكم. وبزاف ديال الميساج كانوا كيقولوا لي جميله، وحنا راه ملي تديروا الميساجات ديالكم الامهات ديالكم حتى حنا كنتفكروا الامهات ديالنا، حتى حنا كنتفكروا معكم كل غالي فقدناه، كل شخص عزيز علينا. ف يا رب يا رب كتجاوب. على سلامة جمال. جمال عيط، راه عندك تما الرقم ديال هاد ديال الام ديالها، حيت ما عرفتش شكون معايا، اعطيني الورقه باش نعرف شكون معايا. باش هكذا عيطي لهم لي دو، ياك عيطي لهم بزوج. دونك معايا كنزه. كنزه كنزه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنزه من بني ملال. اييه. شاركتي في شي مسابقه على شادا اف ام؟ نعم. اشنا هي؟ رساله الحب للام. نعم. بعدا كي جاتك المسابقه وكي جاتك المشاركه بعدا؟ المسابقه رائعه بزاف، تحت لينا الفرصه باش نعبروا بالحب للامهات ديالنا، وكنشكر ايديال حيت هي اللي عطاتنا الفرصه. جميل. الرقم ديال الام ديالك كاين ياك؟ كنتسناو هاد الجواب. الام ديالك واش من الناس اللي تيجاوبوا على التليفون دغيا ولا لا؟ شويه على حساب. وكنتمنى صراحه اليوم تجاوب، كنتمنى هتجاوب صراحه ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. كنتمنى انا الام ديالها تجاوب صراحه، ما جاوباتش باقا ناعسه. واش مامك باقا ناعسه؟ لا جاوبات جاوبات. اسميت اسميت الام ديالك فطومة. ها فطومة. فطومة فطومة حتى هي من بني ملال؟ لا من فوالا من تماره. مزيان. الحاجه فطومة. نعم. لاباس عليك؟ لاباس بارك الله فيك. معك جميله من شادا اف ام، ياك ما فيقناك من النعاس. لا لا بكره قولي لي. بكره بكره. لالا فطومة كتعرفي كاينه مسابقه اللي بزاف كيبعثوا رسائل الامهات ديالهم ياك؟ اييه. معايا كنزه. كنزه انا بغيت نسمعكم بجوج على فوا. كنزه. نعم. انت شاركتي ياك؟ نعم. الحاجة فطومة بنتك شاركت، كنتو كتظنوا انكم تربحوا اليوم جوج ديال التليفونات سمارت فون؟ ما كناش كنظنوا نهائيا. يلا سمعيني زغروتي وسمعيني الكلام الزوين لماماك. يلا واخا. يلا
نقول لها الرسالة ديالي. أيه نسمع الرسالة ديالك بطبيعة الحال. ما حد الحاجة في الطومة معنا. يلا بسم الله. أمي هي الحب وكل الحياة والسعادة التي في الدنيا، هي الشمعة التي تضيء حياتي، والبهجة والسرور التي في قلبي، هي جنتي، هي كنزي الحقيقي وروحي، هي جنة خلقها الله في قلبي لأجلي. فأتمنى من الله أن يطيل في عمرها ويديم صحتها لها ولجميع الأمهات في العالم إن شاء الله. الله، كي جاتكم بعد الفرحة أنكم اليوم أنتم آخر وحدين كتربحوا معنا جوج ديال التليفونات، ختامها سكر مسك مبخرة. جوج ديال التليفونات بزاف، فرحة كبيرة صراحة ما كناش كنتوقعوها. الحاجة في طومة. نعم. كي جاك أول شي الميساج ديال بنتك، ثاني شي الرباح؟ الله يرضي عليها، الله يرضي عليها بزاف بزاف، وكنشكركم على هذا البرنامج شيق اللي كي يواصل ما بين الآباء والأمهات، كي يخلق الحب والود ما بين أمهات والدراري ديالهم. مرحبا. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. الحاجة عبر على الشعور ديالي. الحاجة راه تليفون ليك وتليفون الكنزة. أيه. باش ما تجيش وتديرك التليفونات، راه واحد ليك وواحد الكنزة. ولكن كنزة كنزة كنت كنتسنى الزغروت راه ما سمعتهاش. وزغرت يا الوليدة. يلا الحجة. أول شيء شكرا لكم بزاف، وإن شاء الله نتواصلوا قريب باش أنكم تجيو عندنا تسلموا الجوائز ديالكم، لا أنتم ولا السيدة اللي ربحت قبل حتى هي جوج تليفونات، باش هكذا إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. شكرا لك بزاف كنزة، وشكرا للحجة في الطومة. شكرا، أنتم كنتوا آخر مشاركين معنا وآخر فائزين معنا، فشكرا لكم بزاف بزاف على الوفاء ديالكم. دونك المسابقة ديالنا هنا كتسالي، أكيد غنتلاقاو في موعد آخر وفي حاجات جديدة، ودائما كيكون القادم على شهادة أحلى وأجمل، وأكيد مع إيديال. فمرحبا دائما بالتواصل ديالكم في كل اللحظات. شكرا لكم بزاف على الرسائل ديالكم، على الامتنان، على الوفاء، على المحبة. الله يحفظ لكم الأمهات ديالكم واللي غادرونا الدار بقاء، دائما كنجدوا عليهم الرحمات والذكرى الغالية والعزيزة كتبقى في القلوب، والله يرحم إن شاء الله الجميع، والله يسعد الجميع أيضا. فمرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم، وشكرا لكم بزاف على الوفاء.